السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عندي حاجة تكرر كتير وهتاخد مني وقت، ولو حبيت أعدل أعدل فيهم واحدة واحدة تاخد وقت يعني، فأنا عايز أوفر على نفسي، فممكن أستخدم قاعدة فور، يعني أبدأ أعمل لوب كل شوية يطبع أرقام، مثلا يكتب لي أسامي الدول أو يطبع لي أسامي الموظفين وهكذا. تمام، يعني على سبيل المثال عشان نفهم الفكرة، لو أنا جيت هنا قلت له سكريبت وقلت له سكريبت هنا، طيب لو انا مثلا قلت له دوكومنت دوت رايت وقلت له اطبع لي جملة مثلا معينة 100 مرة مثلا هلو ورلد، تمام؟ طبعها لي مرة. لو انا عايز اطبعها بقى 100 مرة لازم اخدها كده كوبي واقول له اطبعها بالشكل دوت، فهياخد وقت مني. طب اعمل ايه؟ طيب هقول له مثلا ان انا عندي متغير هسميه اكس، فاريبل اكس، عرفت متغير، وبعد كده هاجي هقول له فور وافتح قوس العمليات، وده هنا الحاجه اللي انا هقول له اعملها لي. هنا هديله زي شرط معين كده، هقول له افترض ان الاكس دي بتساوي واحد، ده اول شرط، يبقى كده انا اديت كومه الاكس انها بتبقى واحد. وبعد كده هقول له افتر، يعني افتر بقى اشتغل لحد ما اكس اصغر من او بتساوي مثلا 20. طيب المفروض بقى ايه؟ يكبر كل قد ايه؟ مثلا ممكن اقول له اكس بتساوي اكس زائد واحد، او اقول له اكس بلس بلس. واجي هنا هكتب الحاجه اللي انا عايزها، مثلا دوكمنت دوت رايت، وبين القوسين هنا هقول له انا عايز مثلا اكتب، هخليه يكتب لي قيمة الاكس، وبعد كده زائد، وبعد كده مسافة، وبعد كده زائد، واقول له اكتب لي كلمة هلو ورلد، وممكن بدل المسافة دي اكتبها هنا لو انا عايز، يعني ادي له مسافة هنا. طيب وبعد كده هقول له زائد، وادي له بقى اقول له ايه بي ار اللي هي في ال HTML، على اساس ان هو يخلي دي في سطر ودي في سطر، يعني بعد ما اخلص ال word في سطر تاني، واقول له كنترول اس. لانه هنا اول حاجه افترض الاكس بتساوي واحد، وفضل يعد من واحد لحد 20، في كل مره يزود رقم ويطبع لي جمله هلو وورلد بالشكل دوت، والبي ار بتخليك تفتح سطر تاني. لو انا خدت دي كده قط وقلت له اس هتلاقيه كتبهم بالشكل ده.